ازيك يا استاذ احمد؟ ازاي حضرتك؟ احنا النهارده مصر، شوف الفرح والحب، كل ده حب للست الرئيس. ايه الجمال ده؟ ده شعب مصر ده جميل. نعم. تعال نقول له يا قائد وزعيم وملامحك مصريه، الشعب اختارك بنزاهه وحريه، والعالم كله بيشهد لك يا زعيم الامه العربيه، يا اللي وهبت لمصر حياتك واديتها احلى سنين عمرك، هي كمان بتاكد ذاتك والعالم كله بيحترمك. اتعودنا معاك على الدغري، واقف دايما ويا الحق، وقت الشده بروحك تفدي، لو فيه ظلم بتقول لا. عايزين نتصور وياك صوره حواليك فيها كل الشعب، فيها ايدينا بايديك موصوله، فيها الحب مال القلب. يا استاذ احمد انا عايز اقول حاجه قبل ما اختم. اتفضل. لما احنا نشكر المراه المصريه نقول لها ايه؟ ليك التحيه يا بنت مصر، تسلم عيونك. أيوة. يا كلمه حلوه، يا بسمه حلوه، الله يصونك، وفخوره باصلك وسعيده بانك فلاحه وبنيتي حياتك بكفاحك، راضيه ومرتاحه، لو بحر الدنيا موجه عالي الاقيكي اجمل سباحه، وفي نهضه بلدك بتشاركي وليكي دور فعال، وحياتك جد، وطول عمرك تصنعي اجيال، والعلم سلاحك ونجاحك خطوته اميال، اولادك على حب بلادك ربيهم، فجر الخير بكره بنوره ينور ليهم، دعواتك دايما في صلاتك ربنا يحميهم، ليك التحيه يا بنت مصر، تسلم عيونك، يا كلمه حلوه، يا بسمه حلوه، الله يصونك، والله يصون الاستاذ احمد موسى اللي بيفتح لنا قلبه وبيفتح لنا قناته عشان نقول الكلام. شرف ليا. ازاي بقى؟ بشكرك شكرا جزيلا.